لابد من التأكيد على أن التعديل الحكومي له المقتضيات الدستورية المؤطرة له، لا على مستوى الاقتراح ولا على مستوى التعيين. وبالتالي ما دامت لم تصدر عن مؤسسات التي ينص عليها الدستور بشكل واضح أي معطيات، فلا يمكن اعتماد أي شيء. فله مساطره الدستورية هي المنظمة له، وبالتالي يعني الجواب واضح من ناحية الدستورية. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.